los que no tienen casa donde dormir. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. What could we tell everybody in the room today if you could do one thing today? إذا استطعنا أن نقوم بشيء واحد ماذا سيكون هو؟ الاستثمار في تعليم كل طفل خاصة الفتيات. We would like to give you the first FII Institute. أول جائزة للإنسانية من معهد مبادرة مستقبل الاستثمار نقدمها لك. العالم يتغير. نموذج تعلمنا يتغير. التغير المناخي سيتطلب من الجميع أن يغير طريقته. كذلك أفضل طريق بالنسبة لنا أعتقد ذلك. نحن ليس لدينا دولة واحدة أو جهة واحدة يمكنها أن تعمل وحدها. الحكومات لديها آليات لتقديم الدعم للشركات. أعتقد في السنوات القليلة القادمة سنرى شيئا مختلفا. شراكات بين القطاع العام والخاص بشكل أكبر من الآن. أعتقد أن الأمر يبدأ أولا بإعادة النظر في نظرتنا لهذا الأمر. الاستثمار في الإنسانية هو استثمار في مستقبلنا جميعا. يجب أن نكون متصلين بشكل أكبر. Cannot survive if he does not embrace technology. يجب أن نحتضن ونعتنق التقنية. التعليم أساسي، نعم أساسي بالطبع. الاقتصاد يجب أن يتحلى بالشمل والحماية. لذلك كمستثمرين نتخذ قرارات. أعتقد أننا في بداية هذه الشراكة الاستراتيجية. أعتقد أن هذا أمر مهم جدا لنا جميعا. هذه فرص تبين أننا هنا لننفذ ما نقوم به. نحن هنا لبناء المستقبل وعليها أن تكون كذلك توظيفا مستمرا للقدرات. الأمر يتعلق بالنوعية وليس بالكمية. كيف نقوم بمواجهة التحديات التي نواجهها جميعا؟ نواجه التغير المناخي. And if you've got the details, you can attract the finance. يمكننا أن نجذب الاستثمار ويمكننا أن نحمي موضعنا. الاقتصاد ليس بالضرورة أن يكون في صراع ونزاع مع البيئة. إن المشهد البيئي الرائع هو في العلا إيجاد وخلق مشهد جاذب للسياح في هذه الدولة الرائعة. دائما نتأكد أنه عند اتخاذ قرار والنظر إلى السياسات. أنا سعيد برؤية العائد الاقتصادي على هذا المنطقة كذلك. الأمر الأساسي هو دمج ذلك إلى حوكمة وإطار للحوكمة. نحن في البداية الأولى، الخطوات الأولى لبداية هذه الفكرة، وهذا يخلق الإطار والنظام الحوكمة.
والدرس الأول الذي علمنا إياه الجائحة هو ألا نأخذ هذه الصناعة كأمر مسلم به. الطبيعة أعطتنا 18 شهرا للتفكير. أعتقد أن أكبر نجاح حققناه هو التعامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين. يعجبني ذلك الأمر لإعادة النظر بطريقة أكثر إيجابية. دعني أبدأ بشكر مبادرة مستقبل الاستثمار لموضوع الاستثماري في الإنسانية، لأنها أحد أفضل الطرق للاستثمار في الإنسانية هي الاستثمار فيما يشمل تجارب البشرية في القصص التي يتم عملها بالتعاون معها. اليوم الحكومات تقدم لنا فرصا للنجاح محليا وعالميا. الاهتمام بالطبيعة في السعودية أمر كبير جدا. القطاع الثقافي كذلك، الاقتصاد السعودي والذي تضاعف بأكثر من 5 مرات. أعتقد أن الأمر مهم جدا ويثير اهتمامي جدا أن أكون قادرا على تقديم خدماتي في ذلك. يجب أن نتصرف اليوم. دعونا جميعا كذلك نصبح جيلا يمكن أن يعيد توجيه التوازن الذي وكذلك بشكل متعمد يستثمر عن قصد في إنسانية كل شخص منا، في كل رجل وامرأة وشخص وطفل وولد وفتاة. يجب أن نستثمر في الإنسانية كلها. شكرا جزيلا.